دلوقتي بنجهز لأكتر من سنجل نازلين. أنا وقفت قصة الألبومز دي شوية، في إن شاء الله أكتر من سنجل نازلين قريب جدا على أواخر يعني بعد رمضان والفترة لفترة الصيف وكده. في كليب برضو إن شاء الله بنجهز له، إن أول سنجل نازلة بكليب إن شاء الله اسمها حب إخوات. وصحيح في بينا حكاوي كتيرة جميلة وذكريات، لكن حبه ليا طول عمره كان حب اخوات. وعموما انا راضية بالحال ده معاه بالذات، وهو في احلى من انه يكون رابطنا حب اخوات. انا بنتج لنفسي، فانا ما عنديش البادجت اللي انا انتج بيه البوم، وفي نفس الوقت مش شايفه ان الالبوم اساسا بقى يعني مهم كالاغنيه السنجل او الاغنيه اللي الواحد باذل فيها مجهود ليها لوحدها انها تنزل وعليها التركيز كله وتسويقيا مركز عليها. انما الالبوم ما بيبقاش يعني، بيبقى بالنسبه لي انا دلوقتي في الفترة اللي احنا فيها مكلف على الفاضي. مضينا شبه يعني عقد كده مع أيمن بهجت قمر، وحصل شوية حاجات وفسخنا العقد ده بعدها مفيش 4 شهور تقريبا أو أقل من 4 شهور. هي مش مشكلة يعني، هو كان مشغول بكتابته للسيناريو بتاع فيلم إكس لارج، فكان معظم الوقت مش موجود. لقيت 4 شهور يعني تقريبا شفت فيهم أيمن بهجت قمر 3 مرات ولا حاجة زي كده، فحسيت بس ان هو مشغول يعني، فحاولت اوصل له. كان صعب الوصول دي شوية لانه كان مشغول فعلا بالسيناريو بتاعه جدا، طبعا ربنا وفقه في الفيلم وكل حاجة الحمد لله. فبالعكس يعني انا اصلا بحبه جدا، واتمنى ان احنا يعني نتجمع في شغل قريب وكده، واتمنى ان هو ما يبقاش شايل من ناحيتي يعني اي ضغينه يعني ولا اي حاجه. لا بالعكس، علاقتي بالفانز علاقه جميله الحمد لله. يعني انا عاده بحب ان انا ابقى مشاركاهم في اكتر من حاجه معايا، يعني احب دايما لما البس حاجه اعمل حاجه بناخد دايما رايهم بعد الحلقات، بناخد رايهم في اللبس اللي انا بلبسه، ايه رايك الفستان ده احلى، الطقم مثلا الكاجوال ده احلى، ايه اللي اثر معاكوا اكتر، الميك اب اني ميك اب عجبكوا اكتر، اني هير ستايل عجبكوا اكتر. فدايما بنبقى يعني حابين ان احنا ندخلهم حياة نسمة وناخد آرائهم وأعرف كمان الناس حابة إيه. هما دول اللي يعني ورا نسمة محبوب في كل حتة، يعني دول اللي أنا مستنية أسمع رأيهم، ودول اللي أنا مستنية أعرف هما حابين إيه ومش حابين إيه ونفسهم في إيه وما نفسهمش في إيه. يعني هما دول اللي طبعاً يفرقوا معايا أوي، إنهم بيبقوا عايزين ده فعلاً من قلبهم، إن هما يساعدوني ويعملوا شير لكل الحاجات اللي أنا بعملها ويخلوا الناس أكتر وأكتر تعرف عني. فالناس دي كلها طبعاً أنا يعني أحب أشكرهم جداً جداً. تابعوا أخباري على إتفرج.